اليوم ان شاء الله غادي نديرو غريبه ديال البهله، مقادير كيف كتشوفوا اقتصاديه ومتوفره. بالنسبه للمقادير عندي 125 غرام ديال الزبده، من الاحسن تكون في درجه حراره المطبخ. عندي هنا 50 غرام ديال الزنجلان حمرته من قبل ودوزته بالمقله وطحنته هرمشته بحال هكذا. عندي كاس ونص ديال الزيت نباتي. بالنسبه للدقيق عندنا 500 غرام على حسب الخليط. عندي 14 غرام بيكنج باودر خميره الحلوه، 7 غرام سكر فانيلا، نكهه اللوز معلقه صغيره. عندي هنا سكر سنيده كاس ورشه ملح. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ الزبده ديالنا، غادي نمعكوها غير هكا بيدينا. خصنا نخرجوها من قبل من الثلاجه باش تكون لينا رطبه بهذا الشكل. غادي نزيد عليها السنيده، السكر فانيلا، وغادي نبقى نخلط حتى تولي ليا بحال كريمه. غادي ندخل هاد السنيده في الزبده، باش تسهل علينا التخلاط ديال السنيده والزبده غادي نزيدو حتى الزيت. هو نص كاس، نزيدو الكاس ونخلطو. هاهي بدات كترطاب لينا الزبده، كتنسجم مع الزيت والسنيده اللي درنا. غادي نزيدو النكهه ديال اللوز، غادي نزيد رشه الملح لتصحيح الذوق، نزيدو الزنجلان ديالنا اللي طحناه، غادي نخلطو. كنمزجوهم مع بعضياتهم، نخلطوهم مزيان تيولي خليط متجانس. عاد غادي نبداو نزيدو في الدقيق. غادي نزيدو البيكنج باودر، غادي نزيدو الدقيق غير شويه بشويه. كنزيدو كنمجزو كنخلطو. كنبقاو نزيدو بشويه بشويه حتى كنحصلو على الخليط. هي كتجي شويه مرمله، كتجي رطبه ومرمله. غادي نزيدو كمية الدقيق اللي بقات لينا، هو العجين كيف كتشوفو معانا كيجي رطب ومرمل شوية. صافي بقى لينا غير نبداو نشكلو كويرات، وغادي نبداو نديرو في اللاطة.
غادي نوجدو اللاطا ديالنا. غادي نبداو نشكلو كويرات ديال الحلوه ديالنا. بسم الله، نحاولو نديروهم صغار حيت هي كتكبر. انا كيعجبوني صغار، نحاول نديرهم صغار. نبقاو غاديين كنشكلو الحلوه ديالنا حتى نساليو العجين اللي عندنا. غادي نبقاو مستمرين حتى نكملو. في هذا الوقت غادي نشعلو على الفران باش يسخن لينا مزيان، ومن بعد غادي نحطو اللاطا ديالنا لتحت باش تشقق لينا الحلوة، عاد غادي نحطوها تكمل طيابها الفوق. بعد ما كنخرجو الحلوة ديالنا من الفران، من الأحسن نخليوها في اللاطة باش ما تفرتتش لينا حيت كتكون هشة بزاف رطبة. غادي نخليوها حتى تبرد عاد نقدموها. كتجي انا درتها في الصغار، كتجي بهذا الشكل الحجم الصغير، وفي الكبار كتجي هكذا. لو بغيتي ديروها كبيره، نتمنى تكون عجباتكم وديروها حتى نتوما في ديوركم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده ومتميزه.